بسم الله الرحمن الرحيم لغة فرنسية ومع بيالي غي كومبروندر وفي هذه الفقرة إن شاء الله سنرى قصة جديدة تتعلق ب أن جون كافالي الفارس الصغير أو فارس صغير كما عندنا هنا أن جون كافالي ميشيل ومونتخي سيدو كاماراد غيمو إي شارل كي لي بون كافالي إل مونت سور لان طون كي لارون إي لو في غالوبي. Raymond vit comme un éclair de malice passé dans les yeux de ton Kilaron. Attention, Michel, tiens-toi bien. Il n'avait pas achevé ces mots que l'âne se secouait les flancs comme pour en faire tomber de la poussière. Ce fut Michel qui tomba. Comme il se trouvait allongé dans l'herbe, son mal, mais penaud, l'âne tourna vers lui sa grosse tête et le regardait d'un œil narquois. Il semblait vouloir dire « Qu'est-ce que vous faites donc là ?» Jeune garçon. Michel se remit vivement debout. Nous allons bien voir, s'écria-t-il. Et il remonta sur le dos de l'âne. Celui-ci fait un petit saut de côté. Celui-ci fait un petit saut de côté. Puis un autre. Puis un autre. À la troisième secousse, le cavalier tomba. Et ainsi, quatre fois de suite, Michel se trouva par terre. Ah, tu te moques de nous, ton Kilaron. Eh bien, je ne céderai pas. Aide-moi, Charles. Il remonta donc encore sur le dos de l'âne. Cette fois, celui-ci se met à marcher paisiblement. Michel triomphait. Vous voyez, or il y avait au milieu des prés un tout petit ruisseau alimentant une cressonnière. Donc il a rond, tranquillement se dirigeait vers la cressonnière. Il veut boire, dit Michel. Non, donc il a rond, ne voulait pas boire. Arrivé près du ruisseau, il baissa brusquement l'avant-train et, vlouf, le cavalier glissa, la tête en bas, au beau milieu de la cressonnière. Alors, content de cette farce, ton Kilaron se mit à galoper autour du pré. Un jeune cavalier. Michel va montrer à ses deux camarades, Iden Michel yoridu en yubayina an yudhera à ses deux camarades, les sadiqayhi al-itnen. إذن ميشيل لو صديقان يريد أن يظهر لهما بأنه فارس جيد. ميشيل بمونتخي أسي دو كامراد أنا لو فيغ فولوار عندنا فعل أرادة. غيمون إي شارل إذن بطبيعة الحال صديقي ميشيل أحدهما يسمى غيمون والآخر يسمى شارل. كيلي بون كافالي بأنه فارس جيد. إل مونت سور لان هو يصعد طبعا الحال لو فيرب مونتي يعني صعد عكس ديسوندر il monte sur l'âne هو يصعد فوق الحمار هذا الحمار اسمه طون كيلارون et le fait galoper طبعا الحال galoper هي جرى طبعا الحال بالنسبه للحيوانات نستعمل فعل galoper للدلاله على انها تجري وبالخصوص الحمار إذن إلو في غالوبي ويجعله يجري طبعا الحال عندنا لو فيغ فيغ إلو في غالوبي ويجعله يجري إذن طبعا الحال ميشيل يصعد فوق الحمار ثم يجعله يجري المقصود أنه يحرك مثلا اللجام أو يضربه حتى يجعله يجري على أين غيمون في كوم أن إكلير دو ماليز باسي دون لي زيو دو طون كيلارون غيمون طبعا الحال احد اصدقاء ميشيل يرى عندنا لو فيرب فواغ هنا في لو باسي سامبل تعبر على السرعه وايضا انه ياتي في اطار القصه لو باسي سامبل يعني هذا زمان طبعا الحال في اللغه الفرنسيه انه تعبر على القصه طبعا الحال ملي تكون عندنا قصه احسن زمان انه تصرف فيه الافعال هو لو باسي سامبل طبيعة الحال عندنا هنا غيمون في إذن ريمون أنه شاف لمح غيمون في إذن طبيعة الحال ريمون أنه لمح يعني أنه لمح في لحظة وجيزة إذن طبيعة الحال هذه الرؤية هي سريعة إذن أحسن زمان يصرف فيه فعل رأى هنا هو لو باسي سامبل أولا لو باسي سامبل يجب أن يكون لأننا نتحدث عن قصة ثانيا لو باسي سامبل هنا يأتي للدلالة على أن الفعل تم بسرعة إذا غيمو في كوم أن إكلير
إذن ريمو أنه يرى مثل البرق. L'éclair ou le barq. Gaimu vit comme un éclair dans ma liste. Iden Gaimu yara mit la barq. Barq meda. Barq al makr. Passe dans les yeux d'autant qu'il a rond. Gaimu chef fil aïn diel al himar yara bariqan yushbih al barq. Lakino barq al makr. Iden yara bi anna hada al himar sayamkur bi michel. المقصود أنه سيسقط. غيمو في كوم ان اكلير دو ماليس باسي دون لي زيو دو طون كي لاغون. إذن هنا غيمو شاف في العينين ديال الحمار بريق ديال المكر. يعني تيشوف المكر في العينين ديالو. هذا هو المقصود. باسي دون لي زيو دو طون كي لاغون. أبي تحط طون كي لاغون كما قلنا هو اسم الحمار. إذن غيمو في. إذن غيمو يرى. طبيعة الحال أنه يلمح بمعنى آخر أنه يرى بسرعة. كما نكلا مثل البرق دو ماليس برق المكر باسي دون لي زيو دو طون كيلارون. يمر باسي بطبيعة الحال هي مرة مضى إلى آخره باسي دون لي زيو دو طون كيلارون. إذن يمر في عيني طون كيلارون. نعود إلى فعل فواغ الذي رأينا الآن. بطبيعة الحال في باسي سامبل نقول إل في يعني هو يرى بسرعة. غيمون في كما نكلير. إذن طبيعة الحال غيمو يرى. إذن لو فيغ فوار هنا مصرف في لو باسي سامبل للدلالة على أن هذا الفعل تم بسرعة، وأيضا لأن القصة تتطلب أن يكون فيها لو باسي سامبل. لكن يجب الإشارة هنا إلى أن هناك فعلا آخر اللي هو لو فيغب فيفغ. لو فيغب فيفغ يعني فعل عاش. نقول إل في. إذا طبيعة الحال في البخيزون في الحاضر مع إل أو آل في المفرد في الحالتين. إذا نقول إل في بنفس الطريقة التي عندنا هنا. إذا عندما نقول غيمون في بدون أن نكمل الجملة فهنا يحتمل المعنيين، يا إما أن غيمون رأى بسرعة أو أن غيمون يعيش. لكن طبيعة الحال تتمة الجملة هي التي ستوضح لنا أي المعنيين هنا. أي المعنيين نقصد، وبالتالي أي الفعلين نقصد هنا. إذن غيمو في كومان إكلير دو ماليس باسي دون لي زيو دو طون كي لاغون. أتونسيو ميشيل، تيان توا بيان، تيان توا بيان. إذن أتونسيو ميشيل هو يحذر ميشيل، احذر حذار يا ميشيل أو احذر يا ميشيل. تيان توا بيان. طبيعة الحال عندنا لو فيرب تونيغ يعني أنك تتشد شي حاجة. لو فيرب تونير يعني انك تاخذ باليد. هنا تيان توا. لو فيرب سو تونير يعني انك تشد نفسك. لا نتكلم عن لو فيرب سو تونير يعني دعامه، بل نتكلم عن لو فيرب سو تونير يعني انك تشد نفسك. بحال تقول شي واحد شد راسك، بحال تقول شي واحد شد راسك. اذن تيان توا بيان يعني شد راسك مزيان. كما نقول ثبت نفسك بشكل جيد. Il n'avait pas achevé ses mots. هو لم يتمم كلماته. Il n'avait pas achevé ses mots. هو لم يتمم كلماته. المقصود باقي ما كملش الكلمات ديالو. Que l'un se secouait les flancs. Comme pour en faire tomber de la poussière. Que l'un se secouait. يعني أنه حرك les flancs. ما فوق الفخذين. Se secouait les flancs. Comme pour en faire tomber de la poussière. كما لو أنه سيسقط منهما الغبار. المقصود أنه بدأ في تحريك ما فوق أطرافه الخلفية كما لو يريد إسقاط الغبار. إذن دراسو بحال غيحتت الغبرة اللي في الخلف ديالو. Il n'avait pas achevé ses mots. هو لم يتمم كلماته. Que l'un se secouait les flancs. بحيث أن الحمار بدأ يحرك أطرافه الخلفية. Comme pour en faire tomber de la poussière. كما لو أنه يريد نزع الغبار منها. أون فيغ عندنا هاد أون تتعود على لي فلون يعني منها. كما لو نقول كوم بو أون فيغ يجعل منها طومبي دو لا بوسيير يعني إسقاط الغبار. إذن سو في ميشيل كي طومبا. إذن كما لو نقول هنا سي ميشيل كي طومبا. عندنا لو فيغب إتخ في لو باسي سامبل مرة أخرى. المقصود هنا كان ميشيل هو الذي سقط. سوفي ميشيل كي طومبا. إذا كان ميشيل
هو الذي سقط. إذن الحمار جعل أطرافه الخلفية ترتجف كما لو يريد إسقاط الغبار الملتصق به، ولكن هو في الحقيقة أسقط ميشيل بدل إسقاط هذا الغبار. إذن سوفي ميشيل كي طومبا. Comme il se trouvait allongé dans l'herbe, comme il se trouvait allongé dans l'herbe, عندما وجد نفسه ممتدا على العشب, comme il se trouvait allongé dans l'herbe, طبعا الحال عندنا comme أحيانا تعني مثل أو كما, لكن هنا تعني quand, تعني عندما. Comme il se trouvait allongé dans l'herbe, عندما وجد نفسه, عندنا se trouvait, وجد نفسه, ما عندناش trouvait بحده بدون se. عندنا سوتخوفي يعني أنه وجد, وجد ماذا؟ وجد نفسه. إذن هذا ستانفير برونومينال. كما سوتخوفي ألونجي دون لاب عندما وجد نفسه ممتدا على العشب سو مال بدون سوء. لو مال هو السوء أو المرض أو الشر. إذن سو مال يعني بدون شر أو بدون سوء يعني موقع الأول بمعنى آخر مي بونو ولكن مرتبك. ميشيل لم يقع له سوء ولكنه كان مرتبكا من هذا السقوط. لان تورنا فيغ لوي عندنا لو فيرب تورني. لان تورنا فيغ لوي, فيغ لوي اتجاهه, اتجاهه. اذا فيغ لوي سا غروس تيب. اذا لان تورنا هنا ما عندناش لان سو تورنا الحمار يستديرو, بل عندنا لان تورنا عندنا لو فيرب تورني. وهذا هو الفرق بين فعل عادي وبين لي فيرب اللي تيتسماو فيرب برونومينو. فعل واحد تنقولو فيرب برونومينال. الا قلنا لان سو تورنا يعني ان الحمار استدار, حنا تنقولو دور راسو. ولكن ماذا عندنا؟ عندنا لان تورنا يعني ان الحمار ادار شيئا, كان هذا الشيء خارج عنه. ماذا ادار هذا الحمار؟ لان تورنا فيغ لوي, الحمار ادار نحوه, المقصود نحو ميشيل. ماذا أدار؟ سا غروس تيت, أدار رأسه الضخم. إلو غوغاردا ونظر إليه. طبعاً حتى نشوفوا عندنا لو فيرب غوغاردي أيضا في لو باسي سامبل. علاش؟ لأن عندنا القصة. إلو غوغاردا دانوي ناركوا, دانوي ناركوا. إذا ونظر إليه بعين المكر. إذا طبعاً حتى كأنه يستهزئ منه. بمعنى آخر il semble vouloir dire, il semble يبدو. عندنا فعل بدا يظهر بمعنى آخر il semble, il semble le verbe semble يعني بدا. كما لو نقول هو يبدو vouloir dire يبدو يريد القول, المقصود هنا يبدو أنه يريد القول. طبعا الحالة اللي عندنا هنا لا تعود على ميشيل. طبعا الحال كما عندنا في اللغة العربية نقول على ما يبدو قد تتغير الأمور. من الذي يبدو؟ طبعا الحال تقال هكذا, نحن تعودنا على هذا على ما يبدو. من هو الذي يبدو؟ المقصود على ما يبدو من الأمر أو من الوضع إلى آخره. إذا طبعا الحال بدون ذكر هذا الوضع أو هذا الأمر, إذا نقول على ما يبدو كأننا نشير إليه بهو. هنا نفس الشيء il semble vouloir dire, هو يبدو يريد القول, المقصود بأنه يبدو أن الحمار يريد القول. ماذا يريد أن يقول؟ qu'est-ce que vous faites donc là, ماذا تفعل إذن هنا؟ qu'est-ce que vous faites donc là, qu'est-ce que vous faites donc là, ماذا تفعل إذن هنا؟ jeune garçon, الطفل الصغير. المقصود ماذا تفعل إذن هنا يا أيها الطفل الصغير؟ qu'est-ce que vous faites donc là jeune garçon. إذن في الفقرة القادمة إن شاء الله سنستكمل مع هذه القصة وسنرى ما تبقى من مغامرات ميشيل. حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.